بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أستاذ فتحي الرياني، حنتواصل معكم بحول الله في تدريس مادة الكيمياء للصف الثالث من القسم العلمي. حنأخذ اليوم بإذن الله الوحدة الثانية اللي هي الفلزات. طبعا بعد ما يتعرف الطالب على هذه الوحدة ويبدأ يدرس في هذه الوحدة يتعرف على عدة نقاط، يصبح الطالب قادر على أن يصف الخواص الفيزيائية العامة للفلزات، وأيضا يقدر الطالب يشرح خواص الفلزات من حيث التركيب، وأيضا يشرح سبب اختلاف الخواص الفيزيائية بين السبائك وعناصرها المكونة لها. أيضا يستطيع الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن يصف السبائك كمخلوط من عدة عناصر كسبيكة الفولاذ. أيضا يستطيع الطالب أن يتعرف على بعض السبائك ونسبها التركيبية. أيضا يستطيع الطالب التعرف على السلسلة الكيميائية اللي هي سلسلة الفاعلية للعناصر وميلها لتكوين الأيون الموجب. أيضا بعد دراسة هذه الوحدة يستطيع الطالب أن يرتب العناصر حسب نشاطها الكيميائي بتفاعلها مع الماء وبخار الماء وحمض الهيدروكلوريك. أيضا يستطيع الطالب أن يصف تفاعل الإزاحة الذي فيه يحل فلز نشط محل فلز أقل منه فيش في النشاط، وأيضا يستنتج ترتيب الفاعلية اللي هي ترتيب فاعلية العناصر من خلال نتائج تجريبية معطاة، وحنشوفه كلام هذا كله في هذه الوحدة. أيضا يستطيع الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن يصف فعل الحرارة على الأملاح، يعني لما نأخذ ملح ونأثر تأثير حراري عليه إيش يتحلل، وحسب ثبات ونسبة ثبات وتفاوت ثبات هذه المركبات. كيف ما نعرف سبب استهلاك الدائم والحاجة الاستهلاك البشري على الفلزات، أصبحت هناك مشكلة كبيرة في الفلزات، لأن الفلزات عند استخدامها تصبح طاقة غير شنو غير مستعادة أو مسترجعة من جديد. إذا حيصل فترة زمنية في وقت من الزمن حنصل إلى أن تصبح نسبة الفلزات وخامات الفلزات شنو نادرة جدا، وبالتالي العلماء الآن يبحثوا على شنو على مصادر أخرى للفلزات. عندنا أهم مصدر تو العلماء يشتغلوا عليه اللي هو عقيدات المنجنيز. عقيدات المنجنيز تعتبر هي مصدر مستقبلي إيش للخامات، أهمها شنو أهمها خام المنجنيز والحديد والنحاس وغيرها من إيش من الفلزات. وجود هذه العقيدات هي في شنو في المحيط. نجي توا نتعرف على الفلزات في الجدول الدوري. في الجدول الدوري طبعا الجدول الدوري هو شنو هو عبارة عن جدول يضم العناصر المكتشفة حتى الآن، اسمه الجدول الدوري، يعني جدول خاص بإيش خاص بالعناصر الكيميائية. فهنا عندنا تعريف الفلز كيف ما تعرف الطالب في فترات سابقة أو في مراحل دراسية سابقة، إن الفلز هو العنصر الذي يحتوي غلاف تكافؤه اللي هو الغلاف الخارجي على عدد إلكترونات أقل من 4. أقل من 4 حنجوه هنا عندنا، لو شفنا هنا مثال على ما سبق دراسته ممكن أنا نقدر ناخذ مثال سابق دراسته اللي هو بالشكل هذا. هذا المثال درس في مرحلة سابقة، يستطيع الطالب أن يراجع هذا المثال اللي هو ذرة الليثيوم. ذرة الليثيوم طبعا ذرة الليثيوم هي ذرة فلزية بالشكل هذا، لها 3 إلكترونات و3 بروتونات و4 نيترونات. نلاحظ من التركيب الإلكتروني للليثيوم أمامنا واضح اللي هو عندي إلكترونين في الغلاف الأول وإلكترون واحد في الغلاف الخارجي اللي هو غلاف التكافؤ، وواضح عندي لون الإلكترونات مميز باللون الأحمر وشحنتها سالبة، أما النيترونات باللون الأخضر وشحنتها متعادلة، والبروتونات باللون الأصفر وشحنتها موجبة. هذا سابق دراسته في مرحلة سابقة اللي هي مرحلة الصف الأول ثانوي. لو نجيد نشوف تركيب أو المكان وجود الفلزات في جدول الدوري، لما نطلع جدول الدوري، جدول الدوري عبارة عن شنو كيف ما قلنا، عبارة عن جدول يضم العناصر المكتشفة حتى الآن، في منها عناصر فلزية وفي منها عناصر لا فلزية وفي منها غازات نبيلة. فنحن اللي يهمنا هنا في الموضوع في جدول الدوري هي الفلزات. لما نجي موقع جدول الدوري، الفلزات في جدول الدوري تتركز في المجموعة الأولى من الجدول الدوري. حنشوف توا وجود العناصر الفلزية في جدول الدوري.
عندنا هنا المجموعة الأولى، المجموعة الأولى تضم العناصر الفلزية اللي هي عناصر المجموعة الأولى. لما نقول مجموعة معناها نتحرك بشكل عمودي، هذه العناصر فلزات كلها فلزات. المجموعة الثانية أيضا بشكل عمودي أيضا فلزات. وعندي مجموعة أخرى اللي هي مجموعة العناصر الانتقالية، هذه كلها فلزات. وعندي أيضا عناصر مجموعة اللي هي الرابعة بالشكل اللون الأخضر أيضا فلزات. هنا ظهر لي في الجدول اللي أمامي خط متدرج بلون أسود، قال لي كل العناصر تحت هذا الخط المتدرج راهي عناصر فلزية. إذن كل العناصر تحت الخط المتدرج اللي ظاهر عندي في جدول الدوري أمامي هي عناصر فلزية، أي أن غلافها الأخير يحتوي عدد إلكترونات أقل من كم؟ من 4 إلكترونات. نجي توري خواص الفلزات. أول خاصية من خواص الفلزات قال لي إن الفلزات كثافة مرتفعة ودرجة انصهار عالية، كثافتها مرتفعة ودرجة انصهارها عالية. السبب في كونها مرتفعة في درجة انصهار وكثافة عالية إن المواد الصلبة تميل إلى التواجد في صورة شنو؟ في صورة مزدحمة، أي أن ذراتها شنو؟ متلاصقة. لما تكون المادة صلبة نحكي عن الفلزات هنا ذراتها كان كيف واضح عندي في الشكل ذراتها متلاصقة، إذن كثافتها حتكون شنو؟ عالية، لأن كمية المادة في وحدة الحجوم تكون عالية، إذن كثافة الفلزات كثافتها عالية. وأيضا التقارب والترابط الشديد بين هذه الذرات يجعل منها شنو؟ أن لها درجة انصهار عالية. نجي الخاصية الثانية من خواص الفلزات اللي هي قابلة للطرق والسحب، قابلة للطرق والسحب، يعني نقدر نشكل منها شرائح وندير منها أسلاك. ليش؟ قال لي بالرغم من أن الذرات الفلزية ذرات مرتبطة مع بعضها بقوة ولكنها غير جاسية. شو معنى غير جاسية؟ يعني غير صلبة، غير ثابتة الموقع. يعني ممكن لما نجيب فلز مثلا كيف النحاس وندير نستعمل معاه القوة، شو نلاحظ؟ أن النحاس بدأ ينثني ويتشكل عندي. ليش؟ قال لي غير جاسية لأن الذرات هي قابلة للانزلاق فوق بعضها البعض، فبالتالي نقدر نشكل منها شرائح وأسلاك كما هو واضح عندي. لو جيت أنا للذرات الفلزية كما ظهر عندي واستخدمت عليها قوة، حلاحظ أن الذرات تبدأ تتحرك فوق بعضها البعض، وبالتالي قابلة إيش؟ للتشكل، يعني غير جاسية معناها غير ثابتة. خاصية الثالثة من خواص الفلزات هي قدرتها على التوصيل الحراري أو الموصلية الحرارية. الذرات الفلزية هي ذرات متلاصقة مع بعضها، تنتقل الحرارة من ذرة إلى أخرى بسهولة بسبب تلاصقها، إذن فلزات موصلة للحرارة. تنتقل الحرارة من ذرة إلى أخرى بظاهرة تسمى ظاهرة شنو؟ ظاهرة الاهتزاز، ظاهرة الاهتزاز. قال لي أيضاً في عامل مساعد في عملية التوصيل الحراري هي الإلكترونات في الغلاف الخارجي هو الغلاف التكافؤ، أيضاً تساهم بشكل بسيط في عملية التوصيل الحراري. كيف ما ظهر عندي الإلكترونات واضح في الشكل الأول اللي على اليمين، إلكترونات واضحة، إلكترونات تكافؤ. أيضاً ظاهرة الاهتزاز ظاهرة عندي في الرسم. ليش؟ لأن الذرات الفلزية كانها ذرات متلاصقة. الخاصية الرابعة من خواص الفلزات هي الموصلية الكهربائية أو التوصيل الكهربي. كيف ما شفنا أن الذرات الفلزية تحتوي على إلكترونات حرة في غلاف التكافؤ، تستطيع هذه الإلكترونات التحرك بحرية. فمثلا لو نحن قمنا بتوصيل سلك معدني في خلال دائرة كهربائية، ترحل خلال هذا السلك الإلكترونات عبر هذا السلك ويتم تعويض الإلكترونات بالطرف السالب للمصدر الكهربي، وبالتالي يتحصل على سريان مستمر إيش؟ للتيار الكهربي. لذلك نقول إن الفلزات موصلة للتيار الكهربي، أي أن المسؤول الرئيسي عن توصيل الكهربي في الفلزات هو الإلكترونات التكافؤ. هذا جدول اللي أمامي، لو شوف الطالب بشكل هذا جدول مزدحم، يعني الطالب مش ملزم إنه يحفظ هذا الجدول، لكن واضح لو نجي للعمود الأول حالة الفلز. طبعا الحالة الغالبة على كل الفلزات هي الحالة الصلبة، كلنا بشكل هذا السوليد، اس يعني سوليد يعني صلب، إلا في فلز واحد وهذا أشهر واحد اللي هو الزئبق، يعتبر الفلز الوحيد السائل هو الزئبق. اللي يهمني تلاحظ في باقي الأعمدة الأخرى درجة الانصهار ودرجة الغليان والكثافة في تباين فيش في الدرجات وفي القيم، يعني ما هيش ثابتة، ما هيش تتزايد في شكل منتظم. لكن اللي يهمني في جدول هذا كله هو آخر عمود هو الأيون المتكون. شو معنى الأيون المتكون؟ يعني الفلز يميل إلى تكوين أيون معين هو الأيون الموجب. إذن كل الفلزات عندي تتفق في شيء مهم جدا، كلها تكون أيونات موجبة، كلها تكون أيونات موجبة. فالطالب بالتالي يحفظ كل عنصر، مثل الألمونيوم أيون AL موجب 3،
الكالسيوم أيون Ca+2 وهكذا إلى نصل إلى الخرسين والأيون تاع Zn موجب 2. الطالب يحاول يحفظ هذا جدول مهم جدا، وبالإضافة إلى أسماء ورموز العناصر الفلزية. إذا الاستنتاج من هذا الجدول أن كل الفلزات تتفق في شيء مهم جدا، أن كلها تكون أيونات موجبة. عندي هنا معلومة تحكي على فائدة الفلزات. قال لي أول فلز موصل، يعني قاموا بتوصيل موصل طويل جدا يصل طوله إلى حوالي 5000 كيلومتر في المحيط الأطلنطي، تم توصيله بين أمريكا وبريطانيا في سنة 1886. هذا أول موصل فلز نحاسي. يستخدم هذا الموصل في اتصال التلغرافي بين بريطانيا وبين أمريكا. إذا المحصلة من هذا الجدول أن كل الفلزات تتفق في أنها تكون أيونات موجبة. عندي توا خواص طرفية للفلزات، يعني خواص مميزة للفلزات. الخاصية الأولى الأخف هو الليثيوم، يعني أخف فلز هو الليثيوم. هنا الطالب يبدأ يحفظ في هذا الجدول لأنه مهم. هذا يجيك في صورة صح وخطأ، يجيك بين أقواس، يعني ضروري الطالب هنا يحفظ هذه الخواص، الخواص الطرفية لبعض الفلزات. الأخف هو الليثيوم وكثافته حوالي 0.53 ملمية جرام سنتيمتر مكعب. أثقل فلز هو الأوزوميوم، كثافته حوالي 22.48 جرام لكل سنتيمتر مكعب. أكثر هشاشة، واضح العنوان، المنجنيز والكروم هما الأكثر قابلية للتقصف، يعني إيش قابلية إيش لتحول إلى شرائح. أدنى درجة انصهار هو الزئبق، لأنه في طبيعي لأنه هو الوحيد الفلز السائل، فبالتالي يكون هو أقل درجة انصهار، تصل إلى حوالي 38.9. وتلاحظ 38.9 يعني كانها درجة حرارة غرفة، إذا دائما يوجد في درجة في حالة سائلة. أعلى درجة انصهار هو التنجستون، واستخدامه طبعا ظاهر عندنا في الأدوات الفرن الكهربائي وغيرها، تصل درجة انصهارها إلى حوالي 3410. نلاحظوا معلش نعرجوا أيضا على نرجعوا لخاصية أدنى درجة انصهار للزئبق، تلاحظ القيمة بيش بالسالب فاصلة 38.9، أي دائما يتواجد في الحالة شنو؟ في الحالة السائلة. أعلى ثمنا في الفلزات معروف البلاتين، أغلى حتى من إيش؟ من الذهب. الأكثر ندرة، أكثر عن الفلزات الموجودة عند الندرة يعني أقل توفر، هو الروديوم اللي هو أندر فلز طبيعي على الأرض. أكثر عنصر وفرة اللي هو منو؟ هو الألمونيوم، يشكل حوالي 8% من القشرة الأرضية. وكيف ما شفنا في جدول دوري هو وموضع الفلزات في جدول دوري، حوالي 75% من عناصر جدول دوري هي فلزات، وكيف ما شفنا موقعها في جدول دوري تحت الخط المتدرج اللي هو ظاهر عندنا باللون الأسود في الجدول الدوري. هناك خواص تشمل أو تظهر على أغلب الفلزات، هي طبعا معروفة هي قابلة للطرق والسحب، تمتاز ببريقها المعدني موصلة للحرارة والكهرباء. هذه الخواص، شوف الخواص هنا، اختلاف الخواص، موصلة جيدة للحرارة والكهرباء، قابلة للطرق والسحب، أيضا تمتاز بالقوة، هذه كل الخواص تجعل منها هذه الفلزات مهمة للاستخدام البشري أو مهمة إيش للإنسان. نجي نشوف الخاصية الفلزية والمعنى لهذه الخاصية وأفضل مثال لهذه الخاصية. الخاصية الأولى من خواص الفلزية هي الكثافة. طبعا الكثافة هي تجمع كمية من المادة في وحدة معينة من الحجوم، هي كتلة المادة وحدة الحجوم. عندي كمثال أفضل أمثلة الزئبق والرصاص. عندي قوة الشد، أفضل مثال لقوة الشد هو الكروم والحديد، اللي هي قوة الشد قوة الفلز على تحمل شنو؟ تحمل الضغط. قوة الفلز على تحمل أو قدرة الفلز على تحمل الضغط. أيضا عندي حاجة اسمها قوة تحمل، قوة تحمل هي مقاومة التآكل. أفضل مثال لها هو الألمونيوم والخرسين. قابلية الطرق، أفضل مثال لها هو الفضة والنحاس، وهي إمكانية تحويل الفلز إلى شرائح. قابلية السحب، وهي تحويل الفلز إلى أسلاك، أفضل مثال لها هي المغنيسيوم والنحاس. أيضا الخاصية الأخرى من خواص الفلزية قابلية التوصيل الحراري، هي القدرة على التوصيل الحراري كيف ما شفنا، وأفضل مثال لها هو الصوديوم والألمونيوم. أيضا قابلية توصيل الكهرباء، هي إمكانية توصيل الكهربائي، هي أفضل مثال لها الفضة والنحاس. الخاصية الأخرى الرنين، يعني يحتاج أنا مرات نصنع أجراس ولا غيرها،
أفضل مثال أو أفضل فلز يستخدم في هذه الخاصية هو النحاس والفضة، لأنها عند طرقها تصدر شنو؟ تصدر أصوات مهمة جدا. بحول الله حنتواصل معاكم في حلقة أخرى باش نتعرفوا على حاجة مهمة جدا، وهي كيف ما ظهر عندي السبائك، والسبائك هي طبعا لها علاقة وثيقة بالفلزات. والسبائك ما هي إلا استحداث لفلزات، بمعنى آخر خلط الفلزات بنسب معينة لتحسين هذه الخواص الفلزية اللي تعرفنا عليها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.